السلام عليكم، معكم ملاك. إن شاء الله اليوم راح أتكلم عن السايكاتري. بداية حابة أبتدي بمفهوم بسيط اللي هو إيش أقصد بالactivity of daily living، اللي أقصد فيها الأشياء اللي نسويها في حياتنا اليومية البسيطة، أشياء بديهية مثل going to the bathroom, eating, taking shower. مفهوم ثاني instrumental activity of daily living، هو نفس الشيء، أشياء نسويها في حياتنا اليومية لكن تحتاج skills أكثر، تحتاج complexity أكثر. مثال عليها اللي هو managing finances. طبعا إيش الفرق بينها وبين activity of daily living؟ الفرق إذا جينا مثلا طبعا هي نستخدمها في الاسسمنت اوف الكوجنيشن. طيب الفرق مثلا بيشنت جاء عنده ديمنشيا، في الايرلي ستيجز تتاثر الاشياء الكومبلكس، فهنا الانسترومنتال اكتيفيتي اوف ديلي ليفنج بيفيدنا في اللي هو نعرف الايرلي ستيجز اوف ديمنشيا، لكن الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج في الليت ستيجز بما انها اشياء بديهيه، وغالبا الاشياء البديهيه مثلا اللي هو الايتينج تتاثر بعدين في المراحل اللي هو الليت في الديمنشيا. شيء ثاني اللي هو الاورينتيشن. الاورينتيشن اقصد فيه الاويرنس اوف تايم بليس اند بيرسون. ايش المقصود بالضبط؟ ان الشخص يكون مستوعب ايش جالس يصير حوالينا. ايش الفائده من نسوي assessment هل البيشنت conscious او لا، هل هو عنده confusion. وطبعا غالبا هذا يفيدني في اللي هو الامراض الاورجانيك اللي هو مثل اللي هو delirium. كيف تصير assessment؟ تصير assessment عن طريق questions. ابتدي بsequence معين، ترتيب معين. بداية ابتدي بالاشياء الاصغر مثلا اللي هو تاريخ اليوم او ساعة، كم ساعة. طبعا البيشنت مو بشرط يعطيك اللي هو بالضبط مثلا اليوم مثلا اللي هو 4 ديسمبر يقول لي 4 ديسمبر، لا ممكن يقول لي 1 ديسمبر، وهالشيء عادي ما في مشكلة، لأن بعض الأحيان حتى الأشخاص الطبيعيين ما يعطوني اللي هو بالضبط لكن يعطوني تقديري مثلا على الساعة واحدة مثلا يقول لك ممكن الساعة 2 أو 3 عادي. بس المشكلة وين؟ إذا صار في فرق يعني كبير، هنا اللي نقول في impairment. بعد كذا نبتدي بالويك، إذا نفس الشيء ما جاوبني ما عرف، المانث، يير، بعدها بعد الير أسئلة، أنت تعرف وين أنت الحين، تعرف وين عايش، أسئلة عن البلايس، ما عرف، أسئلة عن الايدنتيتي بالأشخاص اللي حوالينا. ابتداء أسئلة مين أنا، تعرف مين أنا، يعني تعرف أني أنا الدكتور حقك. بعدين أسئلة عن الريليتيفز، إذا ما عرف يجاوبني أسئلة عن اللي هو الايدنتيتي حقته، هو هل يعرف مين هو، وعن كذا أعرف اللي هو إذا كان عنده confusion، إذا كان disoriented. شيء ثاني اللي هو المود والأفكت. المود أقصد فيه اللي هو الشيء البيشنت اللي عبره، اللي هو الemotional state تبع البيشنت بس من تعبيره ومن كلامه هو. طبعا المود هو شيء البيشنت experience for a long time، طبعا يكون يا positive يا negative. مثلا يقول انه I'm sad واحس ان الدنيا ساكة في وجهي مرة يعني، ويقعد يتشائم. طبعا التشائم ويقول انا I feel worthless, I don't deserve to live. او مثلا يقول انه I feel happy و I'm the king of the world مثلا. يعني الأفكت لا طبعا، او كثير الأغلبية يفكر انه ممكن المود والأفكت نفس الشيء، لا في فرق. الأفكت هو الشيء اللي يلاحظه الفيزيشن، طيب يلاحظه في البيشنت عن طريق مثلا الابيرينس، الجستشر، الفويس تون، الفيشيال. طبعا عن طريق اللي هو الاحظ اللي هو الايموشنال اكسبريشن عن طريق هالاشياء. طبعا الأفكت شيء temporary وشيء ألاحظه في نفس اللحظة. الثوت عندنا form of thought and content of thought. الform of thought عندنا ثلاث أشياء اللي هو flight of idea، لما البيشنت يتنقل من فكرة لفكرة ويحس إنه مليان أفكار وكلام.
بعض الأحيان ما تقدر تلحق عليه، هذا نشوفه غالبا في المانيا. عندنا losing of association اللي هو الكلام يكون مش مفهوم وما في أي ترابط بينه، نطلق عليه مصطلح اللي هو word salad موجود في السكيزوفرينيا. عندنا perseveration، هذه لما البيشنت قاعد يعيد ويزيد في الكلام نفسه، موجود في الديمنشيا. الكونتنت اوف ثوت، عندنا اللي هو delusion، illusion، hallucination. content of thought اللي هو محتوى الأفكار نفسها، يعني أن يصير عنده أوهام، أو أن يشوف شيء قدامه، يسمع أشياء ما هي موجودة، أو شيء قدامه يشوفها بس أن perception يكون ده شيء ثاني. طبعا شيء مهم بينهم اثنينهم أن مثلا ممكن يجيبوا لنا في الاختبار progress، كان في سؤال عليهم الثلاثة اللي هو flight of ideas، losing of association، perseveration، جابهم الخيارات كلهم وبالإضافة إلى خيار نوع من الدلوجين اللي هو grandiose. يقول لنا مثلا أي واحد منهم اللي هو content of thought. طيب هنا عندنا أنواع الدلوجينز، أنواع كثيرة تقدرون تقرونهم في البرزنتيشن. طبعا في عندنا شيء اسمه shared delusion، هذا shared delusion اللي هو لما أكون أنا أعتني شخص عنده دلوجن، ممكن تصير عندي نفس الدلوجن، بس الفرق ايش؟ ان من ابتعد عن هذا المريض ارجع شخص طبيعي. الالوجن لما اشوف شيء مثلا مكان مظلم واشوف شيء قدامي وافكر انه شخص ثاني، افكر انه شيء ثاني، مثلا اشوف وانا مسكر اللمبات في الغرفة شماعة ملابس قدامي افكرها كأنه رجل واقف رجال، فهنا معنى الالوجن. الهالوسينيشن اللي هو لما شيء مش موجود وانا ابتدي مثلا اشوفه او اسمعه او احس فيه. في عندنا انواع كثيره بس اهمها اللي هي اوديتوري والفيجن اللي هو فيجوال هالوسينيشن. الاوديتوري اشوفه في سكيزوفرينيا والسيفير ديبريشن، الفيجوال اشوفه في الديليريوم بالاضافه الى اللي هو الالكوهول ويذدراول. الديب بيرسوناليزيشن المقصود فيه اللي هو انه انا ما احس بشيء، انه اي شخص قدامي او يحاول يسبب لي اي شيء، مثلا ما اعطي اي ايموشنال اكسبريشن، ما في lack of emotion. فهنا ممكن البيشنت، يعني غالبا البيشنت ما يعرف اللي هو ديسكرايب اللي قاعد يمر فيه، فغالبا ممكن يقول ان it feels as if I were cut off by a wall of glass. فهنا ممكن الفيزيشن يفكر ان دلوجن او شيء، بس انه لا مش دلوجن، عنده depersonalization. الديريلايزيشن تكون سببها ان الشخص اوكي عنده emotion وزي كذا، بس اللي حوالينا يعني يشوفهم كأنهم cardboard، يعني ما يسببوا ولا اي يعني emotion response، ما يعطي اي emotion response اللي حوالينا، يعني ما يسبب ولا شيء. الميموري طبعا نعرف ان عندنا اللي هو short term واللونج term. الشورت term غالبا في السيكاتري هي اللي تتأثر، ومثل عندنا delirium. اذا تأثرت اللونج term غالبا تكون سبب نيورو ولازم نسوي investigation. طبعا في عندنا هذه الاسئلة حق اللونج term والشورت term اقروها. الدبريشن زي ما نعرف ان serious medical condition، هي ما هي بس psychiatric، هي biological بعد. طيب affect كيف البيشنت يحس، كيف التفكير حقه، وحتى البيهيفير حقه. غالبا اهم شيء عشان نقول ان البيشنت depressed، لازم يكون عنده loss of interest في الشيء او loss of pleasure في الشيء اللي كان هو يحبه. السينز اوف سيمتومز، طبعا في عندنا سينز اوف سيمتومز كثيره، بس ما زي ما قلت لازم اول شيء النقطه اهم شيء اللي هو loss of interest and pleasure in activity once enjoyed، بالاضافه ل ثانيه سيمتومز مثلا change in appetite، او ممكن يصير عنده weight loss or gain بدون ما يسوي اي، يعني بدون اي تغيير في الدايت حقتها.
ممكن يكون ينام كثير أو ينام أقل. ممكن إنه هو يصير feeling of worthless and guilt بشكل مبالغ. Difficulty concentrating, focusing or making decision. وممكن يكون عنده اللي هو thought of suicide and death, وغالبا هذا يكون في severe depression. بالإضافة إلى delusion hallucination في severe depression. طبعا السيمتمز عشان أقول إن البيشنت ديبرس لازم تستمر إلى أسبوعين. في عندنا medical conditions ثانية ممكن نلخبط بينها نقولها depression, اللي هو مثلا thyroid problem مثل hypothyroidism, وممكن اللي هو brain tumor, أو ممكن vitamin deficiency مثل vitamin B12, وممكن عندنا viral infection, ممكن عندنا الباركنسون ديزيز, ممكن نفس الشيء يعطينا اللي هو للسيمتمز. طبعا البريفالنس الومن هم اكثر عرضه للدبريشن من المان, وغالبا الدبريشن يكون في اللي هو الليت تينز تو اللي هو ميد 20s, يعني يكون في اليونج ايج. في عندنا فاكتورز ممكن تسبب لنا الدبريشن مثل بايوكيمستري, اللي هو اذا قل عندنا السيروتونين والنور ادرينالين, ممكن جينيتكس, ممكن البرسوناليتي الشخص نفسه يكون دائما متشائم, يكون عنده لو سيلف استيم, ممكن انفيرومنتال فاكتور مثل البوفرتي, ممكن الستريس, الفايولنس, الابيوز, يعني اشياء كثيره. التريتمنت بالنسبه للتريتمنت حق الدبريشن اذا كان مايلد غالبا السايكوثيرابي يفيد, يعني بس لحاله, بس اذا كان مودريت اند سيفير البيشنت نعطي سايكوثيرابي مع انتي ديبريسنتس. بالعاده نعطي اللي هو SSRIs, بس اذا ما استفاد ممكن نعطي ان كومبينيشن وذ ليثيوم. وفي عندنا كوجنيتيف بيهافيرال ثيرابي ستاديز يعني بينت انه يفيد في حالات الدبريشن. نجي موضوع ثاني اللي هو البايبولر ان البيشنت يمر تو ابيسودز على حسب اللي هو ممكن يمر بمانيا و depression or hypomania and depression على حسب إذا كان عنده bipolar 1 or bipolar 2. البايبولر 1 اللي هو أنا أطلق عليه ال pure bipolar يكون عنده مانيا, مش قلنا أنه عنده مانيا, أن الأعراض استمرت عنده أسبوع طيب على الأقل. و البايبولر 2 في هايبومانيا والأعراض تستمر 4 أيام. السينز والسيمتمز, طبعا السينز والسيمتمز حق المانيا يصير عنده grandiose delusion إنه ما ينام, ممكن ينام 3 ساعات بس يحس إنه نشيط وما يحتاج ينام أكثر. يصير عنده اللي هو ال flight of ideas, يصير عنده reckless behavior, وممكن حتى يروح يسوي activities بزيادة و easily distracted, talkative, يعني هالأشياء. بالنسبة للميديكيشن, الميديكيشن بالعادة نعطيه 3 types of medication على حسب حالة المريض. نعطيه mood stabilizer, antidepressant, antipsychotic. طيب بالعادة لازم الشيء المهم اللي نعرفه ليثيوم نعطي البيشنت حق البايبولر, بس الـ first line treatment بالعادة نعطيه اللي هو الـ antipsychotic. ممكن نعطي antipsychotic مع الليثيوم اللي هو mood stabilizer مع بعض. لازم شيء نعرفه عن الليثيوم انه هو لما نعطيه مع drug ثانيين ممكن اللي هو الـ increase level حق الليثيوم, وهالشيء ممكن يسبب toxicity مثل اللي هو thiazide diuretics. وشيء مهم لازم تعرفونه تحفظونه مثل اسمكم اللي هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. اسئله كثيره جت في البروجرس ان لما نعطيه مع الليثيوم ممكن يسبب توكسيسيتي, وممكن اللي هو خلي الليفل اوف ليثيوم هاي. طيب بالاضافه الى الهالبرودول اللي هو نوع من الانتي سايكوتيك اذا عطيناه مع الليثيوم نفس الشيء انكريز الليفل. متى نعطي اللي هو الانتي ديبريسنتس؟ نعطيها إذا مر اللي هو depressive episode. طبعا إذا ما نفع نعطيه اللي هو ECT, وزي ما قلت إن each treatment اللي هو على حسب حالة المريض. نجي شيء ثاني اللي هو delirium. delirium أهم شيء نعرف إنه sudden
severe, acute. The patient is confused, disoriented, ما يقدر maintain the focus, ما يقدر يفكر clearly. The course is fluctuating. The causes, في عندنا causes كثيرة, مثل اللي هو infection, مثل medication, مثل اللي هو في العمليات لما يقوم بعد العملية, مثلا من أدوية حق التخدير أو شيء زي كذا يجيه delirium. الأورغان failure, ممكن الألم إذا كان يتعرض لألم فترة طويلة أو مرة painful ممكن يجيه delirium. Signs and symptoms مثل اللي ذكرتها, بس بالإضافة أنه ممكن يجيه visual hallucination. الشورت زي ما قلت إنها acute, hours to days. غالبا تزيد الحدة ال symptoms في afternoon and evening. الانفستيجيشن نسوي لاب تيست, برين ايمج مثل سي تي, ام ار اي على حسب, نسوي تشست اكس راي عشان اكسكلود اللي هو النمونيا اذا كان في انفكشن, نسوي لمبر بانكشر, نسوي اي اي جي. طبعا اقرو في البرزنتيشن موجود اللي هو ايش السبب ليش اسوي كل واحد منهم. التريتمنت غالبا ما في تريتمنت معين, بس اهم شيء تريت ذا اندرلاينج كوز. هنا مقارنة بين اللي هو delirium والدمنشيا والدبرشن, يقروها. هنا مقارنة بعد بسيطة بين delirium والدمنشيا. شيء مهم ان delirium زي ما قلت acute, hours to days, بس دمنشيا months to years. delirium temporary وتروح, بس الدمنشيا لا, تقعد طول العمر وتصير progressive بعد. delirium لجينا نقارنها مع psychosis. طيب ان delirium تكون الأعراض اللي هو الorientation والconcentration والattention, الimpairment حقها ما تكون كثير, مو بزي psychosis. anxiety طبعا في عندنا أنواع من الanxiety. طيب منها generalized anxiety اللي هو الanxiety العادي. طيب اللي هو لما يصير في excessive worry, وغالبا ممكن تكون في physical symptoms مثل chest pain. في عندنا panic disorder. panic disorder هو panic attack متكررة. طبعا في panic attack عشان تتذكرونها, تذكروا اللي هو sympathetic symptoms. sympathetic symptoms مثل اللي هو tachycardia, palpitation, sweating. وهنا في عندنا اللي هو symptoms ثانية اقروها. الفوبيا لما يكون البيشنت عنده irrational fear, طيب ما يقدر يتحكم فيه, وغالبا اذا جاه الفير على طول avoid, هذا sign معين avoid الشيء اللي يخاف منه. في عندنا ثلاث انواع specific phobia, هذا يخاف من شيء معين, trigger معين, مثل اللي هو spiders, مثل الخوف من المرتفعات. هذا يعني زي ما قلت على trigger معين. عندنا social phobia, يخاف الشخص لما يكون في مثلا مكان الاجتماعي, مثلا إذا كان يقدم شيء في مسرح, مثلا إذا راح حفلة, ويعني إذا كان مكان اجتماعي يعني ومع ناس يخاف, يعني يخاف إنه humiliated من ال people or judged. عندنا نوع ثاني اللي هو agoraphobia. الagoraphobia هذا يجينا لما الشخص يكون في أماكن مفتوحة غالبا, فممكن توصل الحالة يعني severe لدرجة إن البيشنت يقعد في بيته لأشهر. بالنسبة للتريتمنت, التريتمنت عندنا أهم شيء شيئين اللي هو الgraded exposure والcognitive behavior therapy. طيب الgraded exposure إني أنا أعرض للشيء اللي خاف منه على جلسات وبعدين يتخطاه الشيء. الcognitive behavior therapy إني أنا أتكلم معه عن الproblem وأبسطها في مخه, وبعدين يعني يبدأ اللي هو الخوف يقل, يعني أغير تفكيره من الشيء اللي خاف منه. بالنسبة للتريتمنت طبعا غير اللي ذكرناه اللي مساعة لجريدي اكسبوجر وكوغنتيف بيهيفير ثيرابي, ممكن اعطي ميديكيشن. اهم شيء الفيرست لاين تريتمنت SSRIs. طبعا ممكن اعطي بنزودايزبينز, وانا اعطي SSRIs ليش؟ يعني SSRIs تاخذ بالعادة وقت على ما تكون افكتيف, فاعطي from 2 to 3 weeks بنزودايزبينز. ممكن اعطي بيتا بلوكرز اذا كان في فيزيكال سيمتومز مثل اللي هو الهارت كونديشنز او تشست بين. ممكن اعطي بسبايرين
إذا في generalized anxiety disorder ممكن أعطي tricyclic antidepressants إذا ما نفع الاسسرايز، بس يعني بالعادة خلاص، يعني إذا جاكم في الاختبار SSRI هذا أهم شيء للانكزايتي. الـ OCD، بالنسبة للـ OCD إنه يكون البيشنت عنده يصير obsessed بشيء معين. طيب مثلاً obsessed مثلاً ما تتحمل الجراثيم مرة، تصير مهووسة يعني خلاص طول الوقت قاعدة تفكر جراثيم بكتيريا ما تقدر تتحمل. الكومبالجين لما تقعد تفكر في الجراثيم وتروح تغسل يدها 1,000,000,000 مرة، اللي هو repetitive behavior. متى نقول ان البيشنت عنده OCD؟ لما ياخذ هالشيء اكثر من ساعة باليوم. التريتمنت نفس الانكزايتي اللي هو الgraded exposure cognitive behavior therapy، نعطي SSRIs ويعني من هالنوع. نجي للالكوهول withdrawal syndrome. الالكوهول withdrawal المقصود فيها ان البيشنت لما يكون dependent على الالكوهول وفجأة يقوم يوقف الالكوهول، هنا بيجيه withdrawal symptoms. الكوزز لما البيشنت البيشنت طبعا لما يوقف الالكوهول هالشيء بسبب ان البرين فانكشن يعني بتصير سلو داون وزي كذا، ويعني البرين ما راح يشتغل يعني عدل كفاءه. طيب ومع الوقت السينس السنترال نيرفس سيستم بتحاول اللي هو تسوي ادابتيشن. طيب وطبعا يعني قبل ما توصل الادابتيشن اللي هو بتجينا اللي هو الويدراول سيندروم. طيب الويدراول بتصير اللي هو طبعا البرين سوري باختصار شوية لخبط. الكوزز ان البيشنت بيوقف الالكوهول، ولما يوقف فجأة كل شيء بيتلخبط في جسمه وزي كذا، ويعني الاشياء اللي في المخ بتتلخبط وبيصير يعني غالبا اويك البيشنت، بيصير عنده انسومنيا، بيصير عنده اعراض ثانية ومرة irritated، وبيصير عنده اللي هو symptoms تبع الwithdrawal طيب السيمبتومز ايش هي؟ على حسب اذا كان مايلد او يعني كانت مور سيفير. المايلد غالبا 6 ساعات، ويصير عنده زي الانكزايتي، شيكي هاندز، هيديك، نوزيا، فوميتينج، انسومنيا، ما يقدر ينام، ويصير عنده سويتينج. طيب بالنسبه ل اذا كانت مور سيفير يمر بحاله اللي هو سيفير اكثر، يجي هلوسينيشن غالبا تكون فيجوال. طبعا متى يصير هذا؟ من 12 إلى 24 ساعة، 6 ساعات mild، 12 إلى 24 ساعة hallucination. إذا وصل ل 2 days اللي هو 48 hours يجي ممكن seizures. أكثر من كذا، أكثر من 2 days، من 2 days إلى اللي هو تقريبا 72 hours تجيه اللي هو delirium tremens. طيب طبعا اللي هو include a lot of symptoms مثل اللي هو vivid hallucination and delusion. طبعا لازم نعرف ان only 5% of people with alcohol withdrawal تجيهم هذه اللي هو delirium tremens، وممكن تجيه اعراض ثانية اللي هو autonomic disturbance، او يجيه confusion، يجيه hypertension fever و sweating بس بزيادة، يجيه ممكن palpitation. طبعا عندنا بالعادة إذا كان مايلد وزي كذا يعني وأول مرة وذا ما رح يحتاج ميديكيشن لجينرال تريتمنت، بس يعني ممكن خليه يعني قاعد في مكان هادي، الأنوار الإضاءة تكون عادية، وما يصير في يعني مع ناس كثير وزي كذا، يعني يكون لحاله زي كذا. نقوم الدايت حقتها يعني نراقب دايت حقتها، بس إذا عنده هايبرتنشن مثلا أو هاي تمبرتشر، إذا كان عنده سيجرز، إذا كان عنده
هالوسينيشن زي كذا، هنا نبتدي التريتمنت ونخليه في المستشفى بعد. طيب ايش نعطيه في الحالة؟ لازم اهم شيء نعطي البيشنت اللي هو الثيامين. طيب اللي هو نعطي بي 1 ونعطي فوليك اسيد. طبعا ليش نعطي هالشيء؟ عشان ما يجيه البيشنت اللي هو ورنكس انفسيفالوباتي اللي هو كومبليكيشن من الودراول. بالاضافه نعطي البيشنت اللي هو بنزودايزبين ان انتي كونفالجنت. لازم نعطي early عشان اللي هو الاجيتيشن اللي هو عشان ما يصير في progressive للwithdrawal symptoms بالنسبة للميديكيشن، عشان ما تصير progressive اللي هو ما يصير في death وما يصير عنده اللي هو delirium tremens or اللي هو seizures. بالعادة نفضل في الميديكيشن نعطي اللي هو long acting benzodiazepines مثل diazepam واللي هو الكلور ديازبيروكسايد اللي هو اللونج اكتينج. ليش نعطي اللي هو بالعادة اللي هو تكون افكتيف انه ما يجيه ديليريوم وتكون اللي هو بريفنت سيجرز. بس في حالة نفضل اللي هو الانترميديت اكتينج للبنزو ديازبين او شورت اكتينج اللي هو اللور ديازبام والاكزو ديازبام اذا كان عنده مشاكل في الكبد، فهنا ما نعطيه لونج اكتينج. طبعا في سؤال اذكر جاء في البروجرس اللي هو البيشنت عشان نسوي له مانجمنت ما يجيه اللي هو ديليريوم، ايش ممكن نعطيه؟ نعطي شورت اكتينج بنزودايزبين مثل اللي هو لورازبام. ليش نعطيه؟ لانه كان عنده اللي هو دامج في الليفر شيء زي كذا. طبعا لازم نصير تيك كير ان البيشنت نقول له ان ما ياخذ البنزودايزبين مع الكحول لانه يسبب له respiratory depression وممكن يموتها، يعني مرة خطير. ولازم نعرف ان الانتي كونفالجنت نعطيه ممكن تعالج زي كذا، بس ما تسوي prevention للسيجرز or delirium tremens. فخلاصة الموضوع للتريتمنت، اهم شيء نعطي اللي هو الثيامين مع فوليك اسيد عشان ما يجي ما تتطور حالة الى ورنكس انسفالوباثي. اللونج اكتينج تريتمنت اوف بنزودايزبينز هي مور افكتيف في التريتمنت تبع الويدراول، هذا طبعا الديتوكس. طيب المور افكتيف، بس في حاله اذا صار عنده مشاكل في الليفر نعطيه شورت اكتينج. نجي للسكيزوفرينيا. سكيزوفرينيا هي منتال ديزوردر افكت البيرسون الكوغنيتيف والفيلينج والبيهيفير. طبعا سكيزوفرينيا خلاص يفقدون اتصال مع العالم اللي مع الرياليتي، ما يقدرون يفرقون بين الواقع والخيال. و سكيزوفرينيا ممكن يعني يوصل حالة ان يخلي البيشنت ديسيبلد. في الفيميل، في الميل يكون يظهر من 15-25 والفيميل يكون في 25-35، لكن في اللي هو اكسبشن شواذ ممكن يكون في عمر ثاني. بالنسبة للسيمتمز، في عندنا positive symptoms، في عندنا negative، في عندنا cognitive. positive لما شيء مو موجود ويبدأ البيشنت يجي مثل hallucination, delusions, thought disorder, movement disorder. طيب negative symptoms لما شيء موجود ويكون يعني شيء طبيعي في الإنسان بس يكون أقل أو أكثر، مثل اللي هو flat effect. طيب اللي هو ما يصير في عند اي اكسبريشن للايموشن سواء في الكلام في الفيشل في زي كذا، وما عنده يعني يصير في ريدوس فيلينج او يصير ويذدرون البيشنت. اول شيء يصير عنده فلات افكت ما يصير في اي اكسبريشن، ثاني شيء يصير ويذدرون بيشنت عن اللي حوالينا، وبعدين يعني يصير في عنده difficulty في الاكتيفيتي نفس الشيء اللي جاي يسويها، وممكن ما يكمل الاكتيفيتي لما يسويها. بعد يصير في عنده reduction في speaking. بالنسبة للcognitive symptoms اللي هو making decision يصير عنده صعب ما يقدر، حتى ما يقدر يفهم المعلومات وما يقدر يسوي make decision وما يقدر pay attention للي حوالينا. وبالإضافة حتى
اللي يصير في عنده problem مع ال new information ممكن إنه ما يقدر يسوي recall أو حتى ما يقدر يعني learn new information. بالنسبة للtreatment بالعادة في اللي هو أنا نعطي antipsychotic anti اللي هو first generation or second generation antidepressant lithium و psychosocial care and rehabilitation. طبعا بالعادة نعطي antipsychotic first generation وهالشيء ممكن يسبب لنا side effect. بس ليش نعطي first generation مو second generation؟ أن البرايس غالبا هم بياخذون لوقت طويل فعشان كذا نعطيهم first generation أن أرخص. بس في حالات نعطيهم second generation إذا ما نفع معهم اللي هو first generation اللي هو نعطيهم دواء معين اسمه كلوزابين. antidepressant نعطيهم إذا جاهم اللي هو depressive symptoms، نعطيهم الليثيوم إذا جاهم اللي هو symptoms تبع المانيا، وبالإضافة إلى psychosocial care and rehabilitation. هذا آخر شيء طبعا اللي هو side effect، هذه مهمة تعرفونها تبع antipsychotic. أول شيء طبعا هذا تبع antidopaminergic، طيب هذه تبع اللي هو الـ first generation. ممكن طبعا لما نعطيهم في غضون أيام طيب البيشنت يصير عنده acute dystonia. إيش المقصود فيها؟ لما يصير عنده muscle spasm و sustain اللي هو contraction، يصير في عنده repetitive movement and abnormal posture. طبعا تكون هذه غالبا في الفيس، في النك، ممكن في البلفس، ممكن في الاكستيرميتيز. بعدها في غضون اللي هو 2 weeks من بداية التريتمنت تصير عنده سايد افكت ثانية اللي هو اكثيجيا. الاكثيجيا اللي هو يصير مرة رست، يعني البيشنت ما يقعد مكانه كله، يصير عنده physical restlessness. بعدها يصير عنده اللي هو أعراض الباركنسونزم اللي هو أكثر من 2 weeks. بس هنا نقدر نتحكم فيها، نعطيه اللي هو anti Parkinsonian drug أو أني أتحكم بالدراج نفسه اللي هو الجرعة. فهذا الممكن اللي يساعدني في أتحكم في الباركنسونزم. آخر شيء اللي هو التراديف ديسكينيزيا، هذه طبعا تظهر بعدين بعد وقت طويل. فهنا البيشنت ايش يصير عنده؟ يصير عنده involuntary movement للفيس والتانج واللبس والجو، وهذا بيصير عنده repetitive chewing، مثلا عندنا rapid eye blinking، ويعني تصير عنده أعراض ثانية. طبعا الأعراض لازم تحفظونهم سم، لأنه يجي عليهم أسئلة في البروغرس، ممكن يحطون اللي هو الأربعة هذه سايد افكت ويكتبون في السؤال أعراض، ويعني يكتبون أي من هالأعراض توافق أي سايد افكت. وبس هذا اللي ذا، وأدري إني طولت عليكم، شرحت كلام كثير وإن شاء الله فهمتوا الكلام اللي قلته يعني، ومع أن في أشياء لخبطت فيها يعني أعتذر وصححتها بعدين. الشيء يعني أتمنى أنكم تفهمونه، وطبعا الكلام في البرزنتيشن مفهوم إذا ما فهمتم الكلام اللي قلته. والبرزنتيشن فتحوه من اللابتوب عشان في نوتس أنا كاتبتها ما راح تشوفونها من الجوال، وبس يعني أبيكم تعرفون أن الكلام اللي حطته في البرزنتيشن مهم، لأن أنا البرزنتيشن سويته based on أسئلة البروغرس مش based on اللي خذناه. بس في نفس الوقت عن أشياء خذناها. وبس شكرا يعني، و good luck.